السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا نحضروا لي كيس اللي كيجيو رائعين من السمين. انا هنايا هنسمهم بالفلفل الاحمر والزعتر، الصراحه كيجيو لذاد بزاف وبطريقه اللي هي سهله وبسيطه وكيجيو هشاش، واللي يمكننا نستعملوهم بزاف ديال الحشوات مالحين اللي كيجيو لذاد بزاف. كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم. وقبل ما نمروا لطريقه التحضير، اللي باقا ما شاركتش معايا في القناه تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا نخليكم مع طريقة التحضير. فبالنسبة للطريقة والمقادير، أول حاجة عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الأبيض من بعد ما غربلته، وهنا عندي 125 غرام ديال الزبدة طرية. دائما كنعملوا نفس الكمية ديال الدقيق، كنعملوا نصف كمية ديالها ديال الزبدة. هنا من بعد ما عملت الدقيق مع الزبدة، دابا كنرملو مزيان. وهنا من بعد ما رملت الدقيق مع الزبده مزيان، كيجي على هذا الشكل. هذا دابا كنضيف واحد البيضه وكنضيف هنايا واحد ملعقه صغيره ديال السكر سنيده، وهنايا كنضيف واحد شويه ديال الملح. هنايا من بعد ما عملت المقادير كامله، دابا كنخلط كلشي مزيان حتى كنحصل على واحد العجين اللي كيكون رطب. بالنسبه اذا ما جمعتلكمش العجينه، فكتضيفوا واحد شويه ديال الحليب وكتجمعوا العجينه ديالكم. وهنايا من بعد ما جمعت العجين، دابا خديته وقسمته على جوج كيف كتشوفوا معايا، لانني بغيت نسمو. هنايا خديت العجين الاول اللي غنضيف له واحد شويه ديال الفلفل الاحمر او التحميره، يعني عملت غير راس ديال المعلقه. وهنايا كنضيف واحد ملعقه ديال الحليب باش كنخلط ديك التحميره اللي عملت او الفلفل الاحمر باش كيتخلط لي مزيان مع العجين. ودابا نخلط كل شيء مزيان حتى كنحصل على العجين اللي كيكون منسم بالفلفل الاحمر. ودابا كناخذ نصف العجين الثاني اللي غنضيف له راس معلقه كبيره ديال الزعتر مطحون، وكنضيف ايضا واحد شويه ديال الحليب به باش كنخلط الزعتر مع العجين مزيان، وكنخلطو مزيان بنفس الطريقه اللي عملنا في الاول. وهيدا كانت ما حصلنا على العجين بالمذاق ديال الزعتر. وهنايا من بعد ما وجدت العجين، كنغطي البلاستيك الغذائي وكنخليه حتى كيرتاح. هنايا من بعد ما ارتاح العجين، هنايا كناخذ واحد شويه ديال الدقيق وكنعملو في الطبله ديال العمل، وكنبقى نطلق العجين. هنايا كنطلقو رقيق شويه، يعني كنطلقو بدلاك مزيان. وهنايا طول ما كان العجين يعني يرتاح مزيان، فكيجينا ساهل في الطليق ديالو، يعني كيتطلق معنا دغيا. وهنايا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما طلقت العجين، انا هنايا خديت هاد القوالب هادو بعد ما دهنتهم شويه ديال الزبده ورشيتهم بالدقيق. انا كنعمل هاد الطريقه هادي، يعني كنقطع العجين بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. وهنايا من بعد ما كنقطع في العجين، كناخذ العجين وكنملو في وسط القوالب على هذا الشكل هذا، وكنثبتهم مزيان على الشكل ديال القالب اللي عندي، يعني كنضغط عليهم مزيان حتى كياخذوا الفورمه ديال القالب. وهذا كيف شفتوا معايا، فهي الطريقه واضحه. فانا نبقى مستمره حتى نكمل بالنسبه للعجين، فهذا العجين اللي عندي منسم بالزعتر.
وهنا كذلك بالنسبة للعجين اللي نسمته بالفلفل الأحمر تا هو كان تلقوه رقيق. بالنسبة للطبلة فأنا ضروري كنرشها بشوية ديال الدقيق باش ما كتلصق ليش العجين. هي بنفس الطريقه فانا خديت هاد القوالب هادو على شكل دائري تا هما عملتلهم شويه ديال الزبده وكنرشهم بالدقيق، وبنفس الطريقه فكنقطع العجين ومن بعد كنعمل العجين في وسط القوالب وكنعطيهم الفورمه ديال القالب، يعني بنفس الطريقه اللي عملنا في الاول. وبالنسبه للعجين اللي كيبقى لي فانا كنعجنو عاوتاني وكنغطيه بلاستيك غذائي وكنخليه كيرتاح حتى كيرتاح مزيان. عاد كنستعملو هيدا باش كيجيني ساهل في الخدمه ديالو. وهنايا من بعد ما كنسالي كناخد واحد الفرشيط وكنثقبو مزيان على هاد الشكل اللي كتشوفو معايا. وهنايا من بعد ما ساليت قبل ما كندخلهم للفران ضروري اننا كنغطيهم بلاستيك الغذائي وكنعملوهم في الثلاجه او في المجمد وكنخليهم حتى كيبردوا مزيان. هاد من بعد كندخلهم للفران بعد ما كنكونوا سخناه من قبل على درجه حراره 170 درجه وكنطيبوهم نصف الطياب فقط لان احنا مازال غنعمروهم وهنزيدو نطيبوهم. وهنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما كنطيبوهم نصف الطياب كنخرجوهم من الفران. انا هنايا كنحيدوهم من القوالب ديالو حتى كنوجد الحشوه ديالي اللي غنستعمل، ومن بعد كنعمرهم وكنرجعهم للفران. كيف كتشوفوا معايا فهما مطيبين غير نصف الطياب فقط. هادو اللي منسمين بالفلفل الاحمر وهادو اللي منسمين عندي بالزعتر كيجيو على هذا الشكل هذا. يمكن لكم تنسموهم ايضا بالمعدنوس اللي كيكون مقطع رقيق، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وكيف شفتوا معايا فهي الطريقه سهله وبسيطه باش كنحضروا الكيش اللي كيجيو لذاد بزاف. كنتمنى تجربوهم، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، واذا عجبتكم الحلقه اليوم ما تنساوش تعملوا الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، السلام عليكم.